عن بشكل عام عن السياسات الزراعية وركزنا على النظام القطاع. لقاء هذا اليوم مخصص لمنتجي القطاع النباتي، مزارعين منتجي الخضار النباتي، والهدف هو التحدث معهم حول موضوع الاسترداد الضريبي. كون الاسترداد الضريبي برأينا في اتحاد المزارعين الفلسطينيين هو حق من الحقوق الأساسية للمزارعين وليس منا من أحد، وأخذا بالعلم أن الاسترداد الضريبي للقطاع النباتي مفعل ويجري العمل فيه، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع. هناك العديد من قطاعات مزارعي الإنتاج النباتي خاصة صغار المزارعين لا ينتفعون من هذه الخدمة، واليوم بهذه الورشة ستكون من سلسلة ورشات نعملها في محافظة الضفة الغربية مع مزارعين الإنتاج النباتي. سيتم التحدث معهم عن الإجراءات والخطوات التي يمكن اتباعها من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، وهذا المشروع بهذه اللقاءات هو ممول من مؤسسة أوكسفام كشريكي معركة اتحاد المزارعين ومجلس الخضار والإغاثة الزراعية أيضا، وهذا اللقاء الثاني في منطقة طول كرم، وسيكون هناك لقاءات في محافظة أريحة وجنين ورام الله خير وبيت لحم حول نفس وذات الموضوع إن شاء الله.